نشاط وحركية كبيرة تعرفها ملبنة سيدي خالد بتيرت مع أول يوم من شهر رمضان، حيث وقفنا على ضمان تسليم كميات هامة على موزع الحليب صبيحة اليوم. يوميا كما ننشر 2610 يوميا ونوزعها، ندي حليب، لبن، رايب، الياغورت، المواد اللي كاينه هنايا. الاستهلاك في رمضان، إنسان من الطبع تاعو رمضان في الاستهلاك، ثقافة. ملبنة سيدي خالد خصصت إنتاجا يصل إلى 160 ألف لتر يوميا، تستفيد منه الولاية كما تغطي بعض الولايات المجاورة، منها ولاية تيسمسيلت. 12600 منا هذه يوميا، أيوة، ونزع عندنا ثنية وعندنا ثنية وبرجوان عامة والبلاد تيسمسيل. في رمضان يستهلك الحليب، نعطي لك مثال، أنا ما نديش كاع الحليب للدار، أنا راني موزع الحليب ثم ما نديش، بصح في رمضان تستهلك الحليب، راه فيها فلو فيها كذا فيها تدي، في الحليب تدي في رمضان، بصح في ليمات الأخرين شوية. أحضر لي شهر رمضان المبارك لهذه السنة، قامت المؤسسة بتدعيم ورشات الإنتاج بفريق جديد يعمل بالتناوب من التاسعة مساء إلى الثانية صباحا، وفريق آخر من الخامسة صباحا إلى غاية الثانية عشر زوالا، والفريق الثالث من الثانية عشر زوالا إلى غاية الخامسة مساء. نحن بصدد إنتاج ما يعادل 160 ألف لتر يوميا، مقسمة على ولاية تيرت التي حظيت بأغلبية الإنتاج، وولاية تيسمسيت التي تقتني ما يقارب 26 ألف لتر يوميا. عملية إنتاج الحليب تسير بوتيرة سريعة ومنظمة بملبنة سيدي خالد، بالنظر إلى الطلب المتزايد على مادة الحليب الذي يبقى بحاجة إلى التحلي بثقافة الاستهلاك حتى تتوفر هذه المادة لجميع المواطنين.